المشاهير. كونوا معنا كل أسبوع يوم الجمعة بين الساعة 9 والـ10 مع برنامج مع المشاهير. إعداد وتقديم علاء الجوهري، عبر كلام صوت الحلم وراديو المشاهير اللبناني مع المشاهير. مستمعينا ومشاهدينا الكرام عبر الراديو والتلفزيون المشاهير ومشاهير العرب في اي بي، بصرنا نرحب بصاحب وشريك الشركة الجميلة يلي هي شركة كي اند ال، الفنان عماد حاوي. اليوم انتقلنا شوي من الفن للإنتاج الدرامي، شوي النقلة النوعية، واليوم بنشكرك منا ومن أسرة راديو المشاهير اللبناني ومن الأستاذ لؤي بردار استضافتك اليوم لنا بمحلك المتواضع على الأنغام. الله يحميك وتكون كل حياتك أغام يا رب، وكل أغانيك أعمال رائعة جدا، يعني من راك التكسة عمومية للأعمال الجميلة جدا اللي خلدت بقلوبنا وعاشت فينا دائما. كل عمل أروع من عمل، وهلا اليوم عم نشوفك ممثل بها كمان بهالشركة الجميلة. خبرنا شوي عن هيدي النقلة النوعية بال 2017 لعماد حاوي. أول شيء أنا بشكرك على المقدمة الحلوة، بشكركم كمان كراديو تلفزيون مشاهير العرب. الشركة كورة أعمالها كان على فرد مخدي، هو الفن مثل الفن الغنائي، هذا فن إنتاج الأعمال الفنية الحلوة والمرتبة، خاصة بظل هالأجواء اللي احنا عايشينها اللي فيها كتير فن هابط. نحن حاولنا بهذه الشركة نعمل نموذج حلو من الفن، إن شاء الله بوفقنا. طبعا أنا معي بالشركة المخرج لؤي بردار، وفنان كريم الشاعر، والست رندا مصطفى. وأنا بهيدا المسلسل أخذت دور تمثيلي شوي، يعني عم شرف. نشوف. نشوفك بأدوار أكشن مثل الكليبات ولا بلا لا أنا لو هي في أكيد. هيدا مش مسلسل، حيكون فيلم على راد، بس خلي كل شيء بوقت حلو. في فيلم يعني يكسر الدنيا. التوفيق من رب العالمين، بس فيه. ما أقول نشوفك بمصر. طبعا مسلمين مصريين كل شيء ممكن، هي بعدنا اول خطوه مثل ما بقولوا، اول درجه بهذا المشروع. على طول هيك بتخبز الخبزه وتخبرنا عنها اخر شيء، خبرنا شوي شو عم تحضر بالاعمال الفنيه. انا تقصدت انه ما حدا يعرف علاقتي بالشركه لليوم، للاوبننج تبع الشركه وحفل الشركه. انا طلبت حتى من شركائي ما حدا يجيب سيره. الصعيد الغنائي ان الله راد الشهر الجاي في اغنيه جديده ان شاء الله بتعجبكم. هذا دليل النجاح عماد، والله يحميك وعلى طول خطواتك واثق منا. النجاح على طول رب العالمين. حبيبي كلك ذوق عماد، ونحن لنا الشرف اننا نكون موجودين كمان بافتتاح الشركه الجميله. بدعي لك بالتوفيق بمسيرتك الفنيه والتمثيليه. نحن لنا الشرف، تشرفتونا ونورتونا، وجودكم دعم لنا، وتحياتي لك ولكل مستمعين ومشاهدين راديو تلفزيون العرب. حبيبي استاذ عماد. هو نجم طبعا، اسم لامع، اثبت نفسه مسيرته طويله هي بتحكي عن حاله، كل خطوه كان فيها نجاح. دائما بفاجئنا باعمال جديده، وكل عمل بيكون انجح من عمل. محبينه كتار واصدقائه كتار. هالنجم اللامع من كتر محبته للفنانين ومن كتر محبته للفن، قرر انه ما تكون مسيرته مقتصره بس على الغناء، قرر انه ينشئ مع شريكه لؤي بيرقدار وشركاء تانيين هن بيحكوا عنهم شركه فنيه، كي اند ال، شركة الإنتاج الفني الجديدة اللي إن شاء الله رح تقدم شيء كتير مميز كل العالم رح تحكي عنه، فن جديد بالوطن العربي. كل شيء في قلكم إياه إنه هالشركة بتوعدكم بأعمال جديدة تكون على مستوى رقيكم أنتم، لأنكم أنتم نحن شعوبنا العربية كلها، الشعب اللبناني وغير اللبناني، شعب راقي وشعب ناقد بحد ذاته. ما رح كتر عليكم كلام، رح اترك المسرح لنجمنا عماد حاوي لحتى هو يحكي عني وعن الشركة ويخبركم أكثر.
ثانك يو ثانك يو غدا. مساء الخير على سادة الجميع حضور شرفونا. أنا معود غني ومعود أحكي، بس طبعا حبي للفن وحبي للمسلسلات اللبنانية والعربية هو خليني قوم بإنشاء شركة إنتاج أنا ومخرج أيبي أبدار مدام برندا مصطفى والفنان كريم شاعر. اسمعوا زقفة كبيرة. طبعا ما راح أقدر أحكي فيكم بالاسم لأنه كلكم نجوم، نجوم بالغناء، نجوم بالتمثيل، نجوم بالإخراج، نجوم بالإنتاج، نجوم بالكلمة، نجوم باللحن، نجوم بالتجميل، نجوم بالأزياء. فأهلا وسهلا فيكم، خير الكلام ما قل ودل. أنا معود أستقبلكم ببيتي وهذا بيتكم مطعم أنغام. أهلا وسهلا فيكم، بس خلوني أشكر شكر خاص الشاعر كمال البيسي. وينه؟ هذا الشاعر كمال البيسي وقف معنا من أول ما أنشأنا الشركة لتاريخ اليوم. وكمان بدي أشكر شركاء مطعم أنغام، شريف فلاح، دكتور وليد، عبدالله عز الدين. أهلا وسهلا فيكم، أهلا وسهلا فيكم ببيتكم مطعم أنغام. نحن ضيوف عندكم مش أنتم ضيوف عندنا. أهلا وسهلا فيكم. طبعا بترك الكلمة للمخرج لؤي بيرقدار. اسمعوا زقفة كبيرة. أهلا وسهلا فيكم. شهير العرب دايما في اي بي، احلى ستار عماد حاوي رفع راس لبنان، احلى انغام دايما في اي بي، احلى ممثل باذن الله، احلى شركه كي اند ادز. هنا راديو وتلفزيون مشاهير العرب في اي بي.